ما تنسوش تابوناو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كان حتى كان في سالف العصر والاوان وباقي ومازال لحد الساعه والان، كل انسان منا كيتمنى يسافر من زمان لزمان. حتى واحد ما صاب في الارض منافت ولا في السما بيبان، من غير بويدو كان حيت ديما هربان من مكان لمكان، تيسرت له الامور باش يسافر من زمان لزمان. واش الخير موجود وانتما كتاكلوا الخبز كارم بحال البعين؟ اصلح فمك احدي الدان وزيد، ماشي شغلك فينا ناكلوا العقلوس ولا القرنينه. سيد القايد جعفر غير يعلم الله شنو دها علينا، ما زعما هو كاع ما يفرط فينا. ايوا لا ما تفكر جعفر وفكر فينا وشغلات الدنيا علينا، حاشا مولانا واشي يتخلى علينا. هادي كاينه عندك الحق. يلا سيدي بالي بينا، اتوني راني بحالكم. انا مني صبح الله الحال ما طاحت مطحون طرحه في كرشي. اجي وليدي اجي نديرو فيكم واحد لاجر. اجي وليدي اجي تقعد لا تتكلم، زعما انت لما دويتي معاه انت ما يتحرك. اجي ها قلت له هذا راه تاوم. سير السوق وجيب لينا ما ناكلو. سير تحرك دغيا تحرك، ما تعطلش باش تجي تحضيني، وانت غادي تبقى تحضيني ياك حيت راه لقيت الفلتاره غادي نهرب. والله حتى نهرب واخا راني حاضي راسي. ايوا دابا عجبك الحال سيد القايد، ولينا بحال حطب الكانون، تزند فينا العوافي وتخزل فينا القوافي، وهذاك حتى يدان الهربان. نبقي نعرفنا منو لا كذوب ولا بهتان ولا صح ولا بيان. نعم سير الكرمان غدرو ملي ولا المسروق حاصل بين يدو بالحجه والبرهان. ولا اني اللي قتل مخزنيه شكون؟ وهذاك صاحبك المزق غبر ما بان، واش من سبب خلاه يهرب؟ اش من سبب؟ ولا حتى هو من اعداد الموتى ومفقودين؟ نعم السر هذاك الشيء علاش بيت بلا نعاس، ومازال غادي نوقف على الشغل بيدي. ما تجي فين تغرب الشمس هذا النهار حتى تكون صحه الكلام. بلاتي كاينه مساله اخرى كنتي مخبيها عليا، ومني جيت نفاقد لقيتها عند الخاص والعام، الا انا اخر من يعلم. نعم السر ما كاينش شي حاجه مهمه ما نبلغوهاش ليكم نتوما الاولين. شوفوا كان السي جعفر راهي لا بان المعنى لا فايده في تكرار الهضره والكلام. غيجيني مقصد نعمس راه سبحان اللي ما يساوي لينام. ايوا هادي شايعة على طرف كل لسان ومازال ما طواتها صفحه النسيان. ثق بيا نعمس راه ما فراسي ما يتعاود، غير بين لي المعنى ويتقطع لساني الا ما وصلت الخبز الفران. ما سولتي لحقت مش حالك
ملي كانت وقت زينة ورخيصة كانت عبرة ديال الدرا غير بقرش وما كاملش. ما دابا راه حفينة ديال الحنة بريال وقية ديال الزعفران بالباعية ونص قرد ديال الحمص فلس ونص. سرد عليا سرد عليا راه ما عندك كل حاجة قول لي بشحال ولات يا سيدي. هذيك الساعة أنا لما سول شي فورتي راني كنت مشطونة وقول الله يكون في عون أختي مسكينة راه كانت هجالة ومع الوليدات. وأنا قلت رانا خويا راه مخالي ليا ورتي وقت ما مشيت غادي يلقى ماشي خويا غايجغمطني. شالي عطا الله عطا وليد داش يداه دابا إلا بغينا نقسموا هاد الحجيرة سالو كي غنديروا ليهم. زيد أسي زيد 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 خلاها مولاها قال لك الما القليل ما يورد كسيبة. ما القليل شي عندك عقليل وليد عندك شعر قدام أسي دورت زير مزيان. شوف الشريف غتسمح لينا ما دياش من نقلة صواب هادشي ديال العبورات وهادشي ساهل. انا مدود جريبة انا كنت خدام هاد العبار عندنا في مراكش خدام معاه 12 عام مات مسكين ورث انا المحل رديتو باتيسري بزائر بسيطة غادي تحطوا لي هذاك الدهب كله في ديك الميدة نقرا وكاين شوية الدهب وشوية تلفني كان صعب راني باقي لي عاقل اللي راني انا النقرة ديال امي ورثها وكاين شوية الحاسب هذيك الورد النقرة وداك الشيء وذوك الخمامس حطهم لي فوق طابلة جيبوا لي شي قنبة ولا شي خيط ديال الضوء منين جاهم الضوء شوفوا لي شي شريط باش نعبر ليكم هنا جيبوا لي شي كوردة. عرفتي انت اش غدير؟ لا ما لا انت شوف غير كيفاش دير باش تفك صاحبك وديها غير في حريرتك. اي اشنو؟ ودخل سوق راسك خلي الراجل معاونا. خليها ماشي مشكل ماشي مشكل لقينا الخير براني ما لقيناه في دمنا اللي بغى ياكل لنا لحمنا. جيبوا لي شريط شريط؟ ايه وخلينا نتكلوا على الله. هذا كل ما في الامر. نعم سيدي ولاني بغيت نعرف علاش وكيفاش ومن ناحيه اش تكتموا عليا السر وانا ولي الامر. لقد يوم فيها يا مولاي كلام العامه وانا درت البحث ديالي ولقيت اللي شاعت على هذا الصندوق هضره زايده وما فيها فايده. وانتم الحما سيدي علمتونا من عمروا السوارج الخاويين حتى دابا ما كاين باس ما بعيده غير تادله غتحضر لي واحد من الاثنين يا حديد داني الحكيم. حديد دان غابر نعم سيدي كيف خبرناكم ودرناها في علمكم وعلم العامه والبراح. نعم سيدي برح بها هذا الصباح الحكيم موجود كيف ديما. إلا سمحتي لي نعم سيدي بغيت غير نعرف شنو هي العلاقة بين الحكيم والقضية هذه. بغيت نعرف منه ونسولو على الأسرار والفهمة والحكمة اللي ما تقدروش تفسروها لي انتوما. تبعوني يلا. أبو بوني الدوني أرزقي الدوني أمراتي قشطوني سرقوني مراتي الغزالة مراتي أرزقي عباد الله أرزقي مرحبا لقيت جعفر زرت من البركة. مرحبا كيبان لي الأمور عندك أحسن من شحال هذا. والتطورات عندكم الحرفة وخا ما هي لا صنعة ولا حرفة والأحوال عندكم تحسنات تكسيتهم بعد العرى وتصبتهم بعد الحفا. هذاك شيء بفضل الله من بعدكم فضلكم راه ملي زرتونا طلعتوا من مقامنا جيتوا شخصيا عندنا الله يعشر خطواتكم الله يبارك فيكم. حكيم
بنتك حلت لينا دابا الباب ما عاودش شفناها. لا لا صغيرة نجيب الحليب والتمر نضيف لها عزة. مزيان. تبارك الله تبارك الله كبرات ها ولا تعويتقه شويه بعدكم خير. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حكيم بنتك عزيزة عليك؟ عزيزة عليا بزاف. بنتي بحال 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 عينيا. بنتي هي الدنيا وما فيها. مزيان وتهلا فيها وحافظ عليها. لا تهلا في الجميع. أنا داير مجهودي داير مجهودي بغيت نوصل به الأمان. سيد الحكيم السيد الوالي كيسقسي عليك وباغيك في أمر مهم. ديما مسكين كيسول عليك وداك الشيء علاش أنا عندك هنا. تبارك الله تبارك الله. بازلك حديد دان والله إلا بازلك. عندك الخاطر باش تضحك والشهية باش تاكل وانت عارف بلي هذه هي الاخرى لك. وشكون قال لك بلي هذه هي الاخرى ليا؟ القايد جعفر. مالو ناوي يصفيها لك. واليوم اليوم وليدي حديد دان كاع دوك النواعر ديالك وديك التحريميات ديالك اجلك غادي يوقف على يدي. والساعة لله وحاجة الله يقضيها الله. سمعتيني الفروج يصيح وفي العشية غادي تذبح والدجاجة تقاقي وتفتفت بالجناح وهي عارفة نوبتها في الصباح. احنا عليه داويين. مازال عندك الخاطر اللي يخبر ويحاج. وهذا المتعوس اللي سيفتنا يتسخر ما عارف ماله توخر. وسوله هو اش كتسولني انا وخدام معايا انا ولا خدام معاك انت؟ ها؟ ها؟ هم حاطين لنا العين ومراقبين باب الدار. دايرين بين الدورة ديال الخاتم وحاطين علينا العسة. ياك حديد دان اللي كان عينيهم فيه ها هما قلقبوا عليه ودابا علاش حاضيننا؟ اش باغين فينا؟ وفاش عينيهم؟ عينهم فيا انا عينهم فيا. باش شفت نتوما القيد جعفر كي داير بلا ما عرفني هربت داك يشتف على فخادو بحال قال لي انا مجرم تعاجي وشديه مش عيب ترى مش عيب والله ما نزلت لي البريغاد كلها البوليس الشرطه القضائيه اللي داو يدينا انا واحد يخشني في القراب سميت حديد دانو. انا غافوت نعرف سي سمك الله قلت مش عيب مش عيب وين دبر عليك حديد دان اسولي حديد دان انا قلبت عليه ايه وباينه عزلت تحزن بسقوعيه وقال من جاتني نختيه احنا نخمو ونفكر في هذا المصيب هذا وحنا راه خصنا شي حيله كيفاش نقلبوا على با وما تقلبوش على باكم قلبوا عليا انا غير دوني كودوني مع البراج وملي نوصل لبو المهرز هذاك التيران ديالي ما تخافوش عليا. انا الوالده ديالي مسكينه كتنوض كل صباح كدعي معايا ملي كنفيق انا مع الصباح كتقولي سيري وليدي بجي عيب بغيناك النهار الخايب صباح خايب انا راه انفيزيبل انا الله عمره ما شدوني. أمك هادي وأمي كدعي معاك كل صباح هي برضي هادي راه فهمت هادي صافي مفكوك الجرعة تعال تعال صافي خلي انت مرضي صافي زيد سير. ها هو الحكيم اللي طلبته مني نحضره قدامكم بصفته وذاته. مرحبا بسي الحكيم اللي ما عمره ما بخل علينا بحكمته كل ما احتاجيناه من اللي كتغيب علينا الفهمة. هذا الشرف كبير نلقاكم والحضور لمقامكم. انا عبد الطرف ديال رجليكم انا خاتم في صباع يديكم امولي. ايوا قول لي وصارحني كيف ما مولف ديما. ها هي بنتي حاضره هاد المره وانا وهي وحنا وكلنا بغيناك تشرح لينا وتصدقنا القول وتجيب لينا خبر هاد الاشاعات اللي شاعه بين الناس واش كاينه ولا ما كايناش.
شنو غادي نقول لكم؟ الكلام كثر وبقاو داكشي داكشي غير زايد بحال شي حكايه قديمه كانوا كيحكوا لنا ما كنبغيو الناس. وليني في ملقى الطرقان، ياك نتوما اللي كنتو كتنشروها بين الناس، وكاين اللي عطيتوه الحجه والبرهان قدام العيان. الله يهديك لاله، الله يهديك، الله يستر عليك. حنا عندنا خدع سحريه بسيطه جدا باش نهيو الناس باش ما يتابعوش داكشي اللي تنديرو تنهضرو، باش تنهضرو باش العين ما تبقاش مقابله داكشي اللي كنديرو حنايا. صافي، سهله بسيطه. داك الكلام اللي تنقولو الكلام كاين اللي كاين، وكاين الكلام اللي ما كاينش. كنبقاو لاهيهم شويه. هذا مكان كان حتى كان في الزمان غير الزمان وفي المكان غير المكان. واحد النجار طاح عليه الباطل، حكم عليه الحاكم باش يتقطع راسه قدام الظلمه والعوام. وهاد الحاكم ما لقاش اللي يعارضه ويقول ليه انت راه ظالم؟ على كاين اللي يقدر يقول السبع راه وجهك فيه الزغب. اتفقوا باش الغد في الصباح يتنفذ فيه الحكام. ملي وصل الفجر سمع حس القدام، طلق الودن وسرق الشوفه. هو يبان ليه الغاشي، هو يقول انا ناري امي بنتي، هادي هي الاخرى ليا. وقفوا القدام قدام الباب، سكت، بدا يسلغى تقرقي بالسوارد، تحلوا القفال، دخلوا عليه، خرج فيهم عينيه وهو يقعد للارض. تقدم واحد من دوك اللي دخلوا عليه وقال ليه اسمع المعلم، تكلم باش تاخذ العبار باش تصنع تابوت للحاكم، راه بات ما صبح. والنجار من سمع داكشي بدا كيضحك كيضحك وفرحان ويبوس في الحساسة هادي فلتت ليا العقوبة لوحدة أخرى. الله يتبعك البلا نجار، كون عقطوا لي الراس. يلا باش نقول لكم، انا واحد الرغز هضرت الرغز ديالي بوليسي كيقول لي باكم شدود ما هربانش. عندك الحق عمي، شتي كون كان با هرب كون راه جمعو علينا الدار كيف ما قالت حنا. وليدي وياه وياه اخر مره قال لي باك حكموه في واحد الحبس قديم، وانا دابا باغي نوكاليزي داك الحبس كنجا ما حداش شي مقبره شي فين الكفن مع الموتى كيدفنوا سميتها مقبراتك. الحبس الحبس فين جا الحبس؟ حنا راه قرب منه، شي ديك الجبل راه هو راه كاين وراه. ودابا غادي نديروا واحد الخطه ديال بريزون برايك. ولينا عمي راه ما فيه حتى حد، شحال هادي هو خاوي. دا سكت نهرس الدارو، سكت شويه، واللي قلت انا هي اللي كاينه، والدق والسكت. الخطه ديالي هي هادي، قال لك لا حيله مع مولاك واخا تكون شاد الباك. غادي نطلقوا في داك النهار اللي غادي نطلقوا فيه جميعنا كاملين. مازال ما بغيتي تفهم بنادم، ها؟ راه كان يمكن لي نتهنى منك ونصفيها ليك ملي تلاقيت بيك في زمان غير هاد الزمان ومكان غير هاد المكان، ولكن بقاو فيا ولادك. ما بغيتش نيتمهم فيك قاعد يدان، حيت حنيت فيك وحنيت فيهم، حيت انا ولد الناس وبنادم انسان، ولا اللي حنيت محن كيف قالوا زمان. وانا اش غادي ندير السي جعفر؟ كتب عليا المكتوب، ما قصدت ما نويت، بالمصادفه لقيت هذيك القصيمه اللي قسم لي سيدي ربي، وظنيت مع نفسي باللي راه كنز مردوم بين الحجر والطوب. حسبت راسي تغنيت وبغيت نخبي سري، ولا اني من تفضح امري وتكشف سري عطيتها الهروب. واخا هكاك راه قلبي عامر بالايمان،
ايه دابا قول لي قول لي شنو المطلوب. دير معايا شي حل انا وصاحبي نستر ما استر الله استر العيوب، واللي عنده شي شر يخليه عنده لا غالب لا مغلوب. حديد دام عدي حديد دام قول لي حديد دام فين هو هذاك بون مصايب؟ ها اسمع الى ما تقطع لي الراس وانت تقطع ليك اللسان راه ما كاين والو. هذاك راه بحالي جاري ليه ما جرى ليا يجري بري على الصندوق ما معمر سوق ما همو لا مسروق لا سارق. دابا انت تحديد دان كتضحك علينا. ها شوف انت دابا تحت الرحمه ديالي ندير فيك شرع يدي بلا خبر الوالي. الصباح برح البراح وقال بان حديد دان هربان، هذا هو قبرك واخر عمرك سمعتيني. جيت البراح ضدي سد علي يلا. ما قالك سد عليا ماشي تشوف فيا. واش باك منيت بصح جدود في هاد الحبس؟ شتي انا دابا واحد الراس يقول لي والراس الاخر تاعي. اسكت شويه انا بغيت راس واحد يهضر معايا دوي معايا وليدي. واش باك جدود هنا؟ انا كيبان ليا ملي لقيت جعفر معمر السوق ومخلي الغاشي تخطر وراه باقيين هنا. ما عندكم شي حبس اخر من غير هنا؟ يلا تخافوا غادي ندخلكم. لا 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 بنتي با أمدرا أمدرا كون هاني با انتني شنو صار معك؟ ما صار والو داوني سولوني وجاوبتهم صافي. معليش سولوك الصندوق وبجاوبتيهم؟ كذبت عليهم. واحد منهم نعمس ميت بالنبلة فيها السم. النبلة ديال صاحبه. والآخر نعمس ميت بالمكلة فيها السم. يعني غدر به صاحبه؟ هي نعمس ما فيها شك، هذا على حسب ما قال المقدم. وهذاك البلد ديال النزق ما بان لي أعتار ما تسمعت لي خبار. نزق عمس غرادو سلاحو زادو صابو جنب الواد، وعلى هاد الحساب يا إما شنو كتقصد بكلامك الشيخ؟ عمس يا إما صحاب دعوتو داو معاهم وزادو، وإما صفوها ليه ورموه في وسط الواد وبالهاني خلاو الأطر ديالو تما. ما علينا، المهم الغايب حجته معه. اي نعمس الغايب حجته معه. تحركوا مال هاد الرهوت هاد التاني تعرفهم؟ هاد ولاد حديد دان. وين انت اول مره تنشوفك؟ منين انت؟ انت ومنين انا وايا وين؟ ما عرفتينيش، ما قال لك مولوع عليا انا السي جعفر. منو السي جعفر؟
انا واحد ديفيكتيف بريفي كنخدم معاكم سبيسيال بريفي كنتخلص بجوانا ما مرصبش معاكم نتوما ولا كتعطيوني شي حاجه نتوما فهمتيني انا كنتخلص مع جعفر وجبت هاد المجرمين هاد اللصوص هاد السراقه هاد الخواله هاد خوانين الدجاج والبيض باش ندخلهم انا وياهم الكاشو بالكم كتشبش شوف جبيت حل الباب قايد جعفر مرحبا حل الباب اسيدي حل زيد اسيدي زيد تحرك اش عاد القسمه يدي من الدس واش عاد العرض ما يدي من الارض دابا نشوفوا هاد المقص واش غيدي من الدس ولا لا دار الورثه هادي حنا حاطين سبعنا والله لا خلينا من الحرف تنا صح نيت خالي قاسم تابعنا سيدي قاسم بغينا ولا كرهنا اش في الهم ما يتقسم تي راه ما مطالع على والو بنت اختي راه ما كاين شاير عقد ديده ملوي على العواد عفوا الكلاب ولا حلول قانعين باللي خلى لينا الخبر وما خلى اكيت اللي ما يشبع ما يقنع ما يحمد ما يشكر يلهف ويحلف او ينهب وينكر ياك ايه ياك لالا يوحشك يوحشك هو انت ديالك ديالها غا زوينة انت بغيت نسولك حديدة انت ملي كنتي معايا في كليز عمر شدك شي حد دار العجزة تهلاو فيك علاش اخويا جيبني لهاد البلاد هادي حكامهم صعيب قالك اللي خوان تقطع عليه اليد وانا ما خفيف الخوان بلي دغري قطعهم ليا بجوج بشي هك دواري ديني لبلادي الله يرحمك الوالدين ساليتي ساليت انا وانا قلت لك دخل معايا للصندوق باش عرفتوني انتوما هنايا غادي سهلات انت انا كنت كندير البوليس انا سميتك انا طلعتك الخط عرفتك فين كاين دابا انت راك مجرم خطير انت دابا انت راك كونداني امور فين ما تضر يضربوك دري دابا الحجر هذا هو حالي واخا ما داير علاش وليت انت راك يقلبوا عليك وجعفر دايرك بين عينيه ما تنساش اش عاودتي لي عمي انا راه نقلب لكم واحد المرقد امالنا بغينا نصيدوا الفراخ انا عندي واحد الغراض غادي نقصد ليه ومنعت يلا قبل ما تضرب علينا لا العارم يلا نشوف حنا يلا سي واش تمشي بهاد الكار وي ما داخل حتى وجه هادي تاع فواحد الشجره غير زيت يلا حدي الدار ما غيعجبك حال دالي غادي نسيق لك الخبر سي جعفر ما غيعجبك حال غتسكت ولا ما غتسكت غادي تندم على سكت سكت راحتي خلينا نمشي صافي سي شوف حنا عقل على هادشي ايه عقل على هادشي ما غيعجبك حال انت اللي عقل على هادشي واللي جبد عارو ما ينسى حديدا وما قالوا